نتكلم على الكلام ده بتفاصيل اكتر شويه. ان احنا دلوقتي لو عندي a كوزاين اوميجا نوت تي بلس ثيتا، اوكي، والبيريود بتاعتي هنا بكل وضوح ان احنا عندنا الفريكوانسي بتاعتنا اوميجا نوت، يبقى البيريود بتاعتنا توايس باي على اوميجا نوت، واوميجا نوت دي اكبر من الصفر. احنا ممكن نوبتين بيريودك ديسكريت ساينوسويد، اوكي، بالشكل ده كده، provided that TS بتساوي باي على اوميجا نوت، اللي هي عبارة عن تي نوت على 2، بشرط ان تي اس على تي نوت تبقى بتساوي ام على ان. اوكي، يعني لازم التي اس بتاعتي سامبلينج بيريود بتاعتي، اوكي، تبقى بشكل ما لها علاقة بالتي نوت، ان هما الاثنين يبقوا عبارة عن راشونال نمبر، عبارة عن انتجر على انتجر. لو دي اتحققت يبقى كده معناها ان انا دلوقتي خليت الفانكشن بتاعتي دي في الاخر تاند اب انها تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده، اوكي، اللي هو عبارة عن twice باي تي اس على تي نوت، تي اس على تي نوت في الحالات دي هتبقى ام على ان، فيبقى ساعتها الفانكشن بتاعتي دي هتبقى ايه؟ هتبقى ساعتها بيريودك، اوكي؟ فده اختيار لينا نقدر نعمله. ونخلي بالنا من حاجة مهمة قوي، ان احنا في الاختيار ده وي ميد شور ان احنا الاختيار بتاعنا بتاع التي اس ما هواش اكزاكتلي نايكوس. نايكوس اللي احنا لو خدنا نايكوس زي ما هو كده مش هينفع، مش هيحقق لنا الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، اوكي؟ فاحنا بناخد اختيار اقل شويه من النايكوس، يعني تي اس تبقى اقل من النايكوس، مش الماكسيمم تي اس، باخد حاجه اقل من الماكسيمم، كويس؟ بس بيساعدني الكلام ده ان انا اوصل في الاخر للفانكشنال فورم بتاعي، ان يخلي لي تي اس على تي نود ده بيساوي راشونال نمبر، فيسمح لي ان الكوزاين سيجنال اللي انا عملت لها سامبلنج دي تفضل بيريودك.